قبل 66 مليون سنة ضرب نيزك ضخم كوكب الأرض، وكان بعرض 180 كيلومترا، ضرب شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك واحترق الكوكب، فقتل من قتل من الديناصورات، وانتشر الرماد والدخان حاجبا أشعة الشمس، فتجمد الكوكب واختفت الديناصورات، ولم ينجو إلا بعض مخلوقات البحار والزواحف التي تطور بعضها عبر ملايين السنين إلى الثدييات. وعادت الحياة إلى كوكب الأرض، ونتج عن هذه الضربة ظاهرة السينوتي بالآلاف في المنطقة التي ذهبنا لزيارتها والغوص فيها. السينوتي وجمعها السينوتس هي عبارة عن كهوف عمودية، ولها عدة أسماء جغرافية كحفرة ما بعد الزلزال أو الثقب الأرضي، وهي كهوف منتشرة بكثرة في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك. ومعنى كلمة سينوتي هي الأرض المنخفضة المتصلة بالماء. وتعتبر السينوتي نقطة لالتقاء اليابسة بالمياه الجوفية، ولها أحجام مختلفة، حيث يصل قطر بعضها إلى عشرات المترات، فتكون أقرب إلى واحة صخرية، ولها أعماق سحيقة تمتد إلى مئات الأمتار، وهناك شبكة من القنوات تربط مختلف الكهوف ببعضها، وتمتد هذه القنوات إلى مياه المحيط المالحة، وهنالك ما يقارب 12 ألف سينوتس في شبه الجزيرة يوكاتان. ويستخدم ذات المصطلح في جنوب أمريكا وأستراليا للكهوف الجيرية الدائبة مثل مغارة جعيتا في لبنان. ومياه السينوتس في المكسيك نقية وصافية جدا، والغوص فيها له متعة خاصة. نستعد الآن للهبوط، ويقوم الكابتن ميغيل بإنزال سلندرات الغطس إلينا بينما نجهز عدتنا في الأسفل. وقد قام الغواصون على مدار السنين باكتشافات عدة لأعماق هذه الكهوف، فالغوص فيها مذهل، وكم مات من الغواصين المحترفين في هذه الكهوف نظرا لتجاهلهم قوانين السلامة، فالانبهار بروعة المنظر ينساهم شروط الغطس ولوائحه، لهذا توجد هناك لوحات تحذيرية الآن للغواصين. وقد غص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد منذ فترة بسيطة في هذه الكهوف، وما أن شاهدت جمال هذا المكان من تصويره حتى أدخلت هذه الغطسة في جدولنا السنوي، وكانت مصادفة جميلة أن تكون هذه المنطقة زاخرة بغطسات عدة، ففيها القروش وفيها الكهوف وفيها الريف الساحر بسلاحفه الجميلة. كان تقديم القرابين للآلهة عرفا متداولا لجميع حضارات ميزو أمريكا، وهو الاسم الذي كان يطلق على المكسيك سابقا. ويبدو أن بداية من الأولميك ومرورا بالزابوتيك والمايان والدولتيك والأستيك، كل هذه الحضارات التي بنت الأهرامات في عهد المايا خاصة، كانت دائما ما تكون قريبة من هذه الكهوف لترمى الضحايا فيها. وقد تم اكتشاف العديد من العظام البشرية فيها، فكم مات فيها من الأبرياء والمجرمين وقادة القبائل المعادية في سبيل إسعاد آلهة الشمس والمطر والريح وغيرهم. يسمى هذا الكهف أو السينوتي ببوابة الحلم، والغطس فيه جميل حيث أنك تمر بمرات طويلة، والعمق فيه ليس بالسحيق، فأكثر عمق وصلنا إليه كان 8 أمتار، وهو محاط باللايمستونز أو الحجارة الجيرية الدائبة التي لها جمال ساحر كما تشاهدون. وإضاءة كشافات الغطس هنا الممتزجة بأشعة الشمس في البحيرة تعطي منظرا ساحرا.
هناك عدة أشكال للسنوتيز، فمنها الضحل، ومنها من لها عمق سحيق إلى مئات الأمتار، ومنها المتسعة، ومنها الضيقة، ومنها من يكون مياهها صافية، ومنها من تمر عليها الأنهار فتكون مياهها عكرة وغير صالحة للغطس، ولكنها تكون صالحة للسباحة. هو خالد، ومن ثم يأتي بعده أيوب. أين أنت يا أيوب؟ لقد مللنا الانتظار. يبدو أنه قادم. نعم، إنها تلك الصلعة الساحرة. هو خالد يصورون الآن، وأنا أمارس هوايتي بإطلاق الفقاعات أسفل الكهف. ننتقل الآن إلى كاميرتي، ولكنني لم أضبط الزاوية لذات المشهد، ولكن الفكرة وصلت. ها نحن نعود الآن إلى نقطة انطلاقتنا. خلفنا ظلام الدامس، وأمامنا أشعة الشمس الساحرة التي تداعب الصخور. لقد كانت غطسة حالمة لا يمكن أن ننساها. وها نحن نصعد الآن عائدين أدراجنا إلى بلايا ديل كارمن لنغطس مع القروش. يلا أيوب، منور يا باشا. يوم جديد وصباح جديد وسينوتي جديدة. تدعى هذه المرة أنكليتا، وتعني الملاك الصغير. الكابتن ميغيل له أصول عربية، وهو يحفظ كلمتين، واحدة منها مصاري والثانية خرخش، ويقول تعني مجنون، وهو ينادي خرخش طوال الطريق. نفتقد خالد اليوم كون أن الإجهاد نال منه، فقرر أن يرتاح. تعتبر غطسة أنكليتا غطسة كيميائية مميزة، فيوجد داخلها غيمة رائعة من كبريتات الهيدروجين الذائبة في المياه على عمق 24 مترا. تتوسطها جذور الأشجار العملاقة، فالرؤية واضحة أعلى الغيمة وأسفلها، أما بداخلها فالرؤية شبه معدومة كما ستشاهدون. ويمارس هواة الغوص الحر تمارينهم فيها كذلك. وهو الكابتن ميغيل يستعرض لكم منظر الدخول إلى الغيمة والخروج منها. انظروا إلى جمال هذا المنظر. Muchas gracias, señor. وها نحن الآن على عمق 15 مترا تقريبا، وننظر إلى الأشجار من الأسفل. منظر رائع لا يمكن أن أنساه. لم نتوقع الدخول إلى أحد الكهوف في هذه الغطسة، لكننا صادفنا كهفا ضيقا جميلا جدا استمتعنا به، ربما أكثر مما استمتعنا بالكهوف التي صادفناها بالأمس، ربما لأنه كان أصغر حجما، وكلما صغر الحجم زادت المغامرة. Thank you.
وهكذا تنتهي رحلتنا مع أنجليتا، رحلة لا تنسى وملاك ساحر. يا سلام والله بطيخ الجمعية. فاتكم شباب، فاتكم. مثل ما يقول حمد، انتوا كيفوا من هالمكان؟ خلصنا غوصتنا والحين راجعين السيارة. كانت غوصة ممتعة جدا. يلا افتقدناك يا خالد ونشوفك على خير في الفندق. ونختم تقريرنا بالسينوتي الرائعة هذه، والتي تعتبر مزارا للسباحين، وهي قريبة من أهرامات تشيتشينيتزا. ونراكم في تقرير لاحق.